تنمية المنتوج المحلي وترقيته ودعم فرص التعاون والشراكة بين مختلف المؤسسات العمومية والخاصة هو ما يهدف إليه معرض الإنتاج الجزائري في طبعته الثلاثين والذي سيدوم إلى غاية 24 من شهر ديسمبر الحالي بقصر المعارض صنوبر البحري، والذي يعرف مشاركة متميزة ومعتبرة لعديد المؤسسات والشركات في مختلف المجالات والقطاعات على غرار تلك المختصة في الصناعات الكهرومنزلية، حيث شكل لها فرصة مثالية من أجل عرض منتوجاتها التي تعرف تطوراً ملحوظاً في مستوى الإنتاج والتصنيع. منتوج ذو جودة، منتوج يعني يتماشى مع متطلبات المواطن الجزائري وبأسعار في متناول الجميع. جودة جزائرية، وكاين الموارد البشرية، هي كاين تانية الموارد البشرية والتكوين اللي هي تريز امبورطون في الجزائر وفي الدومين تاع الالكتروميناجي، لأنه فيه دي تكنولوجي اللي لازم نكونوا معاهم او فيغ يا ميزور اي اجور. الطموح تاعنا 2023 إن شاء الله نصدروا المنتوج تاعنا لبعض الدول على غير الدول الإفريقية، بعض الدول الأوروبية، وحتى دول الشرق الأوسط، وهذا من خلال السياسة الرشيدة التي انتهجت الدولة من خلال دعم المنتوج الوطني الجزائري. وضع أسس صلبة لصناعة كهرومنزلية وطنية حقيقية من خلال إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وترقية الصناعة المحلية والعمل على مساعدة ودعم مختلف المتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على تطوير منتوجاتهم لتغطية حاجية السوق الوطنية بمنتجات محلية ذات جودة ونوعية والرفع من قدرتها التنافسية لولوج الأسواق الخارجية، ما من شأنه إعطاء حركة اقتصادية ستساهم لا محالة في الرفع من قيمة وجودة المنتوج المحلي في الأسواق الوطنية والدولية.